قصص نور وقصص حكمه وصبر اساميهم لنا خير وعطار نبتدي بادم خليفه ربنا من ربنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء في الحلقة الماضية تكلمنا عن موسى عليه السلام وكيف خرج هاربا من مصر بعد ان قتل نفسا بالخطا وبحث عنه جنود فرعون فلم يجدوه وارادوا قتله فخرج منها هاربا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين مشى من مصر متوجها الى الشام متوجها الى مدينه تسمى مدين وكان في الطريق جائعا عطشا لم يجد ماء يشربه ولا طعاما ياكله اهلكه الجوع والعطش وكان حافي القدمين وصل من مصر الى مدين ماشيا على قدميه فوجد من بعيد بئرا فيه ماء الناس حوله يسقون عندهم من الابر من الغنم من الانعام يسقون في هذا الماء فاسرع موسى عليه السلام الى هذا الماء الى هذا البئر ولما ورد ماء مدين وجد عند هذا الماء أم من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان فتاتان بعيدتان عن الناس تذودان غنمهما وما ترعو ما ترعونه من أنعام وإبل وغنم بعيدا عن غنم الناس وبعيدا عن إبل الناس الفتاتان بعيدتان موسى عليه السلام استغرب ما الذي يحدث وجد الفتاتين فسألهما ما خطبكما فقال بكل ادب بكل حياء قالت لا نسقي لا نسقي حتى يصدر الرعاء لن نختلط مع الرجال لن نزاحم الرجال لن نسقي حتى يصدر ويبتعد كل الرجال من هذا المكان طيب اليس لكما اخ اب يسقي لكما فردت البنتان وابونا وابونا شيخ كبير. لم يكلمهما موسى عليه السلام نظرا لحاجتهما، بل سقى لهما الماء ولم يتحدث معهما ثم تولى الى ظل واخذ يدعو الله عز وجل: رب اني لما انزلت الي من خير. رب اني لما انزلت الي من خير فقير ذهبت الفتاتان باكرا هذه المره بعد ان سقى لهما موسى عليه السلام ذهبتا الى والدهما الشيخ الكبير وحدثتاه بما حصل فاذا بالشيخ الكبير الرجل الصالح في مدين يقول لابنتيه ناديا هذا الرجل اريد ان اتكلم معه فاذا بموسى يدعو الله جل وعلا فجاه وجد احدى الفتاتين تمشي بكل حياء بكل ادب وجاءته احداهما تمشي تمشي على استحياء ماذا تريد قالت ان ابي يدعو يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا هنا بدا الفرج هنا بدات استجابه الدعوه ابي يريدك يريد ان يجزيك على ما فعلته لنا فعلت شيئا لا يفعله احد من الناس اليوم انه الادب انها الاخلاق انها المروءه انها الشهامه ما استغل وضع الفتاتين ليتحدث معهما بل قدم الخدمه ومضى عنهما مشت الفتاة بكل حياء، موسى امامها تدله بالطريق بالحصى عن يمينه او عن شماله، فلما وصل الى الشيخ الكبير قال له الشيخ الكبير الصالح: ما قصتك؟ اخبره عن قصته، لما خرج من مصر وماذا كان يفعل فرعون فيهم؟ وماذا فعل فرعون في بني اسرائيل؟ وكيف قتل الاولاد واستعبد الناس وخرجت منهم هاربا بعد ان قتلت بعد ان قتلت نفسا بالخطا. فقال له الشيخ الكبير: نحن في مكان لن يصل اليه فرعون ولا جنوده، قال لا تخف لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين. جاءت واحده من الفتاتين الى ابيها فقالت يا ابي نحن فتيات لا نستطيع ان نعمل عمل الرجال او نزاحم الرجال، لما لا تستاجر هذا الرجل؟ فانه رجل قوي. ورجل أمين يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين بدأ الفرج شيئا فشيئا لموسى عليه السلام جاءه الشيخ الكبير قال يا موسى أريد أن أعرض عليك عرضا قال ما هو قال عندي فتاتان اختر من تريد فتزوجها اختر أي واحدة تريدها قال والمهر ما عندي شيء قال اعمل عندي ثمان سنين فإن أكرمتني اعمل لدي عشر سنين ايما الاجلين قضيت؟ اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمان حجج فان اتممت عشرا فمن عندك. وافق موسى عليه السلام وتزوج احدى الفتاتين وعاش في مدين ليست فقط ثمان سنين بل عشر سنين كرما من موسى عليه السلام أكرمه الرب عز وجل بأن تزوج وعاش حياة سعيدة بعيدا عن فرعون وظلمه قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر فلما قضى موسى عليه السلام عشر سنين في مدين ورزقه الله عز وجل زوجة وأولادا وخيرات كثيرة. حن إلى موطن رأسه إلى بلده التي ولد فيها إلى مصر فأخذ زوجته وأولاده ورجع إلى مصر وفي الطريق في صحراء سيناء أضاع موسى عليه السلام الطريق في ليلة باردة ليلة مظلمة يسير موسى عليه السلام مع زوجته وأولاده وقد أضاع الطريق وخاف على اهله في هذه الليله البارده ربما يهلكون من شده البرد ربما ياتي ما يفترسهم ربما يحصل ما يحصل ليله بارده كلما مشى موسى عليه السلام رجع الى نفس المكان خاف على اهله ربما يقتلهم البرد ربما يحصل لهم ما يحصل فجاه راى موسى عليه السلام من بعيد نارا فانس بها موسى عليه السلام فرح بهذه النار قال لأهلهم كثوا اجلسوا في هذا المكان لا تتحركوا سوف أذهب إلى النار ربما أجد عندها أحدا يخبرني عن الطريق وربما آتيكم بشيء من النار تتدفؤون فيها فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون مشى موسى عليه السلام وكان أسمر الجلدي يمشي على عصا يتكئ عليها يلبس نعلين يخط برجليه الأرض حتى وصل بالقرب من هذه النار عند الجبل في ذلك الوادي وجد نارا موسى عليه السلام لوحده الان وكان اسمر الجلد يمشي على عصا يتكئ عليها يلبس نعلين يخط برجليه الارض حتى وصل بالقرب من هذه النار في ذلك الوادي في الليله المظلمه شديده البروده عند جبل اسمه الطور في واد سحيق هذه النار كانت قرب شجره خضراء استغرب موسى عليه السلام ليس عند النار احد والمكان مظلم والليله بارده والنار لوحدها تشتعل يقترب موسى عليه السلام يخط نعليه على الارض ويمشي وبيده العصا فجاه سمع موسى صوتا يناديه اي صوت هذا يا موسى يلتفت يمنه ويسرى من يناديني الصوت لا كغيره من الاصوات فهو صوت ليس كمثله شيء يا موسى من؟ يا موسى من عرف اسمي؟ من يناديني في هذا المكان المظلم؟ ما هذا الصوت العجيب الغريب الذي ينادي موسى عليه السلام فاذا به يجيب موسى اني انا الله الله اكبر انه الله عز وجل يكلم موسى وكلم الله موسى تكليما كلم الله موسى لاول مره من يناديني اني انا الله رب العالمين مباشرة سمع موسى كلام ربه عز وجل وكلم الله موسى ولهذا يسمى موسى كليم الله سمع الله عز وجل يناديه يقول له يا موسى إني أنا الله إني أنا الله رب العالمين موسى في البداية كان خائفا، أما الآن أنس بهذا الصوت: إني أنا ربك فاخلع نعليك. خلع موسى نعليه، من الذي يكلمه؟ إنه الله عز وجل. إني أنا ربك الله جل وعلا يكلمه: فاستمع لما يوحى. اخترتك يا موسى استمع لوحي انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها امره بالاوامر ثم قال له يا موسى ما تلك بيمينك الان موسى يريد ان يكلم ربه استانس بهذا المكان المظلم قال ما تلك بيمينك كانت الاجابه يفترض هي عصاي لكن موسى استرسل انس بكلامه مع ربه قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى يسترسل موسى بالحديث القها يا موسى عصاي القها على الارض نعم القها يا موسى قال هي عصاي زاد موسى اتوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمُوسَى الْقِ هَذِهِ الْعَصَا عَصَا لَمَّا أَلْقِيَهَا أَلْقَاهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا بِالْعَصَا تَحْتَزُّ اللَّهُ أَكْبَر تهتز كَثُعْبَانٍ عَظِيمٍ كَأَنَّهَا جَانّ فَفَرَّ مُوسَى خَوْفًا مِنْ هَذِهِ الْعَصَا لما تحولت إليه ثعبان عظيم فلما رآها تهتز تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب لم يلتفت هرب موسى عليه السلام ناداه الرب عز وجل يا موسى يا موسى أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين لا تخف يا موسى هذه آية من آياتي خذها بيدك خذها بيمينك ماذا اخذ اخذ ثعبانا عظيما اقترب موسى اقترب الى الثعبان فلما وضع يده عليها تحولت الى عصا يا الله اي معجزه هذه اذا رماها ثعبان عظيم اذا اخذها عصا هذه الايه الاولى يا موسى اما الثانيه ضع يدك في جيبك تحت يدك ثم اخرجها تتحول الى بيضاء نور يتلالا ارجعها مره ثانيه عادت كما كانت اذا وضعها رجعت بيضاء ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى ما المطلوب انت مبعوث الى من اذهب الى فرعون اذهب الى فرعون انه طغى في هذا الوادي العظيم وعند تلك النار المشتعله بالقرب من جبل الطور لاول مره موسى يكلم ربه عز وجل وفي هذه الليله المظلمه البارده وعند تلك النار بدأت بعثه موسى عليه السلام ليذهب الى فرعون ليبلغه دين الله جل وعلا ويدعوه الى التوحيد والى عباده الله موسى ينطلق الى فرعون قصص نور قصص قصص نور قصص أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون يدعوه إلى الله جل وعلا. فتذكر موسى عليه السلام أنه قد قتل نفسا منذ زمن قديم وأن فرعون بنفسه يبحث عنه لقتله. فكيف اذهب الى فرعون بنفسي اذا قتلني كيف ادعو الى الله جل وعلا ثم تذكر ما حدث لسانه وهو صغير فطلب من ربه ان يرسل معه اخاه هارون نبيا معه لانه افصح لسانا منه فاستجاب الله عز وجل لموسى طلبه قال الله عز وجل وهو يحكي عن موسى عليه السلام قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون الذنب الأول المشكلة الثانية وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني اجعله وزيرا لي يا رب رد ان يصدقني اشدد به ازري واشركه في امري فقال الله عز وجل لموسى: قال قد اوتيت سؤلك يا موسى، حصلت على ما تريد يا موسى، فرجع موسى عليه السلام الى مصر فذهب الى اهله، هناك كلم اخاه هارون عليه السلام ان الله عز وجل قد جعلك معي نبيا وزيرا تؤيدني قال وماذا طلب الله عز وجل منا قال ان نذهب مباشره الى قصر فرعون فندخل عليه فندعوه الى الله جل وعلا لما وصل موسى وبيده العصا معه اخاه هارون الى قصر فرعون وفي الخارج اوقفهم الحراس اوقفه الحاجب قال ماذا تريد قال اريد الدخول على فرعون قال ومن انت حتى تدخل على فرعون قال قل له موسى ابن عمران فذهب الحاجب الحارس الى فرعون دخل عليه فقال هناك من يطلب الدخول عليك قال من هو؟ قال اسمه موسى قال من؟ أي موسى؟ قال موسى ابن عمران قال موسى ابن عمران بنفسه جاء إلي وأنا كنت أبحث عنه منذ زمن قال نعم هو في الخارج ينتظرك قال فرعون فأدخله علي فدخل موسى عليه السلام وبيده العصا ومعه أخاه هارون يمشي على عصاه يتكئ على عصاه بحالة الرثة دخل الى فرعون في قصره دخل موسى عليه السلام ليبلغ رساله ربه جل وعلا ويدعو فرعون الى الله جل وعلا لما دخل موسى عليه السلام مع هارون الى قصر فرعون وجد عند فرعون وحوله الملا وجد المقربين لفرعون الوزراء الحاشيه اصحاب فرعون اجتمعوا حوله لما دخل موسى وعرفه فرعون قال ما الذي جاء بك يا موسى قال موسى عليه السلام يخاطب فرعون يدعوه الى الله عز وجل بكل لين قال هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى استغرب فرعون انت يا موسى الذي ربيناك عندنا في هذا القصر في هذا المكان جئتنا وليدا وجدناك اطعمناك وربيناك حتى صرت رجلا وغبت عنا عشر سنين وفعلت فعلتك بعد ان قتلت نفسا وهربت منا ثم رجعت لتاتينا بدين جديد ماذا تقول يا موسى الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، يذكره لما قتل رجلا خطأ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. موسى عليه السلام لم ينكر لم ينكر أنه قتل نفسا خطأ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فررت ثم رجعت أذكركم بالله عز وجل وأدعوكم إلى عبادة رب العالمين. الان بدا فرعون يستهزئ بموسى عليه السلام يستهزئ به امام الملا امام الناس الذين من حوله قال له وقد ساله سؤالا ظن ان موسى لن يجيب عليه قال فرعون وما رب العالمين فاذا بموسى عليه السلام يقول بكل جراه قال رب السماوات والارض رب السماوات والارض وما بينهما يريد موسى ان يسمع فرعون ويسمع كل الذين من حوله دعوته الى التوحيد قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين هذا الذي يزعم انه رب وانه هو الله كاذب أن أدعوكم إلى عبادة من خلق السماوات وخلق الارض وما بينهما إن كنتم موقنين فإذا بفرعون يستشيط غضبا ويقوم من مكانه من كرسيه وينادي الذين من حوله يقول لهم ألا تستمعون ألا تسمعون إلى هذا الهراء الذي يتفوه به موسى فإذا بموسى عليه السلام يرد بكل ثقة قال ربكم يلتفت إلى من حوله قال ربكم ورب ابائكم الاولين. ان كان فرعون ربا فمن خلق اباءه ومن خلقكم ومن خلق اباءكم انه الله جل وعلا قال ربكم ورب ابائكم الاولين. فاذا بفرعون يبدا الان يغلظ الحديث قال ان ان رسولكم انظروا الى هذا الرجل انظروا الى الذي بعث اليكم انه مجنون ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون لم يبال موسى عليه السلام واستغل الفرصه باكملها أنا مجنون يا فرعون، أنا مجنون الذي أدعوكم إلى الله جل وعلا، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما وما بينهما إن كنتم تعقلون، لننظر من صاحب العقل، أنا أم أنت أم الذين من حولك يا فرعون، هو رب المشرق، هو رب المغرب، هو رب ما بينهما إن كنتم تعقلون، ما ندري من الذي يعقل ومن الذي هو مجنون فإذا بفرعون الآن يستشيط غضبا ويقول لمن حوله ما علمت لكم من إله غيري يا موسى لئن لم تسكت عن هذه الدعوة وعن هذا الكلام لأجعلنك من المسجونين قال لئن لم تنته لأجعلنك, لأجعلنك من المسجونين أين الحوار يا فرعون؟ أين العقل الذي عندك يا فرعون؟ تجادل موسى؟ تناقش موسى؟ عندك الحجة؟ عندك البرهان؟ لما لجأت إلى السجن؟ دائماً حجة الضعفاء الذين لا يملكون أي حجة أصحاب الدعاوى الواهية حجتهم ودليلهم السجن إذا لم يستجيب الناس لكلامي وإذا لم تقف يا موسى عن دعوتك فإن السجن ينتظرك مسكين فرعون مسكين فرعون وامثال فرعون ما دروا ان موسى لا يبالي بالسجن بل موسى عليه السلام لا يبالي لا بقتل ولا بتعذيب ولا بسجن قال لئن لم تنته لأجعلنك, لاجعلنك من المسجونين واذا بموسى عليه السلام يرد عليه يريد ان يقلب الحديث في صالحه قال موسى الذكي العاقل النبي هو من أولي العزم من الرسل كليم الله قال يا فرعون أولو جئتك بشيء مبين قبل أن تدخلني السجن قبل أن تمنعني أتحدث إلى الناس وأبلغهم دين الله جل وعلا قبل أن تفعل أي شيء دعني آتك بآية بينة أولو جئتك بشيء مبين قال وما المبين عندك يا موسى أنت لا تعرف حتى الحديث لا تكاد تبين ما عندك يا موسى فإذا بموسى عليه السلام يرفع عصاه والناس يشهدون في قصر فرعون فيرمي موسى عليه السلام العصا فإذا هي ثعبان مبين فقام الناس من مقامهم وإذا بهذا يقوم وهذا يتحرك كل منهم يقوم خاف من عصا موسى عليه السلام فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ثم رفع موسى يده بعد ان ادخلها في جيبه فاذا هي بيضاء نور يتلالا فانبهر كل الحضور هنا اسقط فرعون في يديه هنا لم يعرف فرعون ماذا يفعل وماذا يصنع ترى ماذا صنع فرعون بعد هذا ماذا فعل ماذا قال ماذا تصرف فرعون؟ هل انهزم أم أنه تحدى موسى عليه السلام لمعركة وجولة أخرى؟ ما الذي حدث بين موسى وفرعون؟ هذا ما سوف نشاهده إن شاء الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرعون خاف أن يفتن موسى الناس. تريد موعدا يا فرعون؟ ائتوني بأفضل ساحر في مصر. كلام غريب، كلام عجيب. فإذا هي ثعبان. يبلع كل ثعابينهم، خر السحره كلهم سجدا لله عز وجل، استشاط فرعون غضبا مما حصل، هزم فرعون، افعل ما تفعل يا فرعون، كيف كانوا يحاربون الله؟ جاء طوفان فاهلك كل الزروع، كل مياههم تحولت الى دم، لم يتركوا طفلا ولا امراه الا استحيوها، لكن العذاب يزداد، البحر امامهم، العدو وراءهم، يقول يا موسى أها هنا وعدك ربك اضرب بعصاك البحر انشق البحر نصفين وإذا بجبريل ينزل يا هذا المنظر وجبريل يضع الطين طين البحر في فمه قضي على فرعون وجنوده قصاص نور قصاص حكمة وصبر حكم يا سيرة خير يا كل الخير يا عز العز يا ديني لنا فيكم عبر وجمل قصص تدمع لها خبر وجمل قصص تدمع على عين